موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. أكدت وزارة الصحة والسكان أن المبادرات الرئاسية قدمت ضمن حملة 100 مليون صحة 71,252 خدمة، مشيرة إلى أن محافظة الشرقية كانت الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة ب 10,473 خدمة، تلتها المنوفية ب 9,608 خدمات. جاء ذلك في تقرير مفصل تلقاه وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار حول خدمات المبادرات الصحية الرئاسية والقوافل الطبية وحملات التوعية التي قدمتها حملة 100 مليون صحة للمواطنين خلال عملها أمس في جميع محافظات الجمهورية. أكد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة سعت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في يوليو 2014 وحتى 30 من يونيو 2023 على بذل كل الجهود اللازمة مع الوزارات والجهات الشريكة لإصدار وتفعيل بعض القوانين المتعلقة بعمل الإدارة المحلية على أرض المحافظات في العديد من الملفات الحيوية. وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي تقوم به المحافظات والوزارة في تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية والبناء بالمحافظات بما يساهم في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات، مؤكدا أن الوزارة شاركت في إصدار قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ميلاديا ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار سعي الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها. وأضاف أن فلسفة قانون المحال العام الجديد تقوم على تبسيط إجراءات الترخيص واختصار دور المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس نشاطه تحت مظلة ورعاية الدولة. أجرى وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيارة ميدانية لمحافظة دمياط لمتابعة توفر معايير مبادرة القرية الخضراء ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة. وأكدت وزارة التخطيط أن فريق الزيارات الميدانية يواصل جولاته في عدد من المحافظات، حيث تم زيارة 4 محافظات حتى الآن وهي الوادي الجديد، سوهاج، الشرقية ودمياط، للتأكد من توفر معايير القرية الخضراء التي حددها المجلس العالمي للأبنية الخضراء. كما شددت وزارة التخطيط على أن مشروع حياة كريمة بالقرى التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط يتضمن تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموي لتحسين جودة الحياة للمواطنين في الريف. اهتمام الدولة بقاطن المناطق الحضارية الجديدة لم يقتصر عند حد توفير سكن كريم لهم، بل يمتد إلى تقديم رعاية اجتماعية وإنسانية، وهو ما حرصت عليه وزارة الداخلية من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، حيث تواصل تقديم الدعم والمساندة لقاطن تلك المناطق، وهو ما تجلى في إفادة مأموريات من الوزارة لتوزيع عبوات غذائية عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. ربنا يخلينا الرئيس ويبارك لنا فيه وينصر على من يعديه، وفي كل مناسبات مش ناسينا وسافرنا والحمد لله وربنا يبارك لنا فيه. وزارة الداخلية كل سنة هم طيبين، بيتواصلوا معنا على طول، كل سنة هم طيبين. وشكرا للرئيس وبارك الله فيه. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب وما يريد وإحنا بنحب مصر. جميع المناطق الحضارية الجديدة التي أنشأتها الدولة شهدت دعما من وزارة الداخلية تجسد في الحرص على التواجد وسط قاطني هذه المناطق باستمرار وتوزيع بواد غذائية عليهم كمساهمة من الوزارة في تخفيف الأعباء عنهم. وقد تم تجهيز أماكن مناسبة لاستقبال الأهالي بهذه المناطق لتوزيع المساعدات عليهم والاحتفاء معهم بعيد الأضحى المبارك.
إشادة كبيرة من قاطني المناطق الحضرية الجديدة بالدور الاجتماعي والإنساني الذي تؤديه وزارة الداخلية وبحرصها الدائم على دعمهم في كافة المناسبات. كلنا واحد دايما فاكريننا ودايما كل كام فتره بيجوا يزورونا ويدينا هدايات بتاعه الرئيس ومشكرين للرئيس ومشكرين وزاره الداخليه. اشكر الرئيس واقول له كل سنه يا رئيس وانت طيب على الهديه اللي بتديها لنا وبارك الله فيك وربنا يطول لنا في عمرك. وزاره الداخليه سباقه دائما كعادتها لدعم اهالي المناطق الحضريه الجديده والوجود المستمر بينهم لتخفيف الاعباء عنهم في مجتمع جديد يسعى الى توفير حياه كريمه لكل المواطنين. يواجه فريق النادي الأهلي لكرة القدم نظيره فيوتشر في 8:30 مساء على أرضية استاد السلام ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب الدوري العام برصيد 68 نقطة حصدها في 26 مباراة، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 57 نقطة حصدها من 31 مباراة.